يا صباح الزمالك، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام من جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان في العالم. نهار حضراتكم جميعا أبيض مشاهدينا الأعزاء، وحلقة جديدة بنهار أبيض جديد علينا وعليكم إن شاء الله. يا خالد نهارك أبيض. نهارك أبيض يا نادين، ونهار أبيض على كل جماهير نادي الزمالك العظيمة وكل جماهير الكرة المصرية في كل مكان. وأكيد يوم جديد النهاردة، يوم مهم لمنتخب مصر في طريق حلم المونديال. أكيد مفيش شك النهاردة مباراة مهمة جدا 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 لمنتخبنا الوطني اللي هيحل ضيفا على منتخب غينيا بيساو، في مباراة هتقربنا بإذن الله في حال الفوز بيها بنسبة يعني 60-70%. النهاردة مباراة يعني لا تقبل القسمة على اتنين. منتخب غينيا بيساو هو دلوقتي أقرب منافس لمنتخب مصر في المجموعة، عنده 5 نقط، فهو اكيد النهارده داخل المباراه يعني نفسه يكسب، نفسه يعمل نتيجه ايجابيه، نفسه اكيد يوصل للنقطه الثامنه عشان يبقى قريب من المركز الاول بالنسبه لمجموعه منتخب مصر. لكن باذن الله ده ما يحصلش، وباذن الله النهارده لاعبتنا تكون مركزه تركيز كبير جدا، ويكونوا باذن الله على قدر المسؤوليه ويحققوا 3 نقط جديده اكيد هتفرق مع المنتخب بشكل كبير جدا في مشواره في تصفيات كاس العالم. لكن عايز اقول لكم ان مبدئيا يمكن رحله منتخب مصر للمباراه ما كانتش سهله. غينيا بيساو احنا عارفين يعني بتعتبر في غرب افريقيا، فبالتالي كانت رحله شاقه جدا لمنتخبنا بعد سفريه استغرقت حوالي 8 ساعات بطياره خاصه، فما بالكم كمان لو طيران عادي. ويمكن هو ده نادين اللي ساعات بنتكلم فيه، واللي ساعات بنشكر مجالس الادارات على ان هم بيوفروا طياره خاصه، يعني كنوع الراحه طبعا كنوع من انواع ان هم بيريحوا اللعيبه، بيريحوا اللعيبه من حاجات كتيره بقى. ساعات بيبقى في سفريات زي دي بيبقى فيها ترانزيت، واللي انت تسافر من بلد لبلد لبلد لحد ما توصل للمكان اللي انت هتلعب فيه، فدي برده كانت حاجه مميزه وكانت لافته طبعا رائعه من اتحاد الكره المصري. فبالتالي الجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام والكابتن ابراهيم عليهم النهارده ان هم بصراحه لازم هيكونوا اشتغلوا على مدار بقى اليومين اللي فاتوا على اكتر من حاجه، اولها واهمها موضوع الاجهاد البدني. موضوع الاجهاد البدني والتعب اللي كان واضح بصراحه على لعيبه منتخبنا حتى يمكن من نص الشوط الثاني اللي كان في ماتش بوركينا فاسو الاخير، فاكيد الجهاز الفني نادين اشتغل مع اللعيبه على عمليه الريكفري وعمليه الاستشفاء اكتر من الحاجات الفنيه اللي هم المفروض ينفذوها النهارده في المباراه. لكن عايز اسالك برضو، ازاي شفتي اداء منتخبنا الوطني المباراه اللي فاتت، وايه اللي عجبك في الاداء والتناغم والحاجات اللي حصلت والطريقه الجديده كمان للكابتن حسام حسن النادين في اول مباراه رسميه لي مع منتخبنا؟ والله بصي يا خالد، انا الحقيقه عجبني حاجات كتير، بس اكتر حاجه يمكن عجبتني ان كان في فكره كده الجهاز الفني وكابتن حسام حسن بيحاولوا ان هم يطبقوها، وهي ما كانتش اسلوب اللعب النمطي او اللعب اللي احنا عارفينه او متعودين عليه. وخطه اللعب التقليديه اللي كان الكل بيفكر فيها زي ما احنا بنقول، كان عندنا كده كلنا توقعات احنا المباراه هتبدا بشكل معين او بترتيب معين، ولكن ده ما حصلش. يمكن يا خالد الشوط الاول طبعا احنا كنا فيه افضل بكتير من الشوط الثاني، يمكن ظهر يعني بعض الاجهاد او اللعيبه كانت يعني في الشوط الثاني مش بنفس القوه بتاعه الشوط الاول، خصوصا احنا شفنا يعني تهديف مبكر في الشوط الاول، وشفنا اداء طبعا يعني مبهر في الشوط الاول. ربما برضو غياب فتوح وايقاف محمد حمدي هو اللي اوحى لكابتن حسام حسن ان هو يغير طريقه اللعب واسلوب منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو، وده برضو هو اللي هينعكس النهاردة بعودة محمد حمدي في الناحية الشمال. ولكن المميز كان التنفيذ في أرض الملعب اللي كان تقريبا أفضل ما يكون في أول ربع ساعة زي ما كنت بقولك، لغاية لما سجلنا هدفين تريزيجيه. والحقيقة خالد أنا عايزة يعني أتكلم برضو وأقول كده على تريزيجيه حاجة، لأنه الحقيقة لاعب يا جماعة هو لاعب هادي جدا ولاعب خلوق جدا ولاعب ما بيحبش البروباجندا، ما بيعملش مشاكل في الملعب. الحقيقة يعني هو عنصر أساسي مع المنتخب في آخر فترة، في آخر 3 ماتشات يا خالد هو مسجل 5 أهداف، فلاعب الحقيقة لو اتكلمنا عنه عن أدائه قعدنا نشيد بأدائه يعني مش هنكفيه حقه، ولكن لازم طبعا نطلع نقول أنه لاعب زي ده بهدوءه وبحرفيته وباتزانه في الملعب لازم نطلع نتكلم عنه. والحقيقة برضو بكل أمانة يعني اللي اتفرج كده على الماتش ده بتمعن كده هيعرف ان صعب جدا اننا نقدر او ان احنا نحكم على فكر الجهاز الفني من اول لقاء رسمي ليه
في ملعب كان متقفل بالجماهير، وبالتالي طبعا الاعصاب كانت مشدوده جدا لحد ما الفوز كان هو الاهم في اللقاء ده، وهو الاهم طبعا يا خالد ان احنا فوزنا بلقاء مهم زي ده علينا. وطبعا بنتمنى في مباراه النهارده امام غينيا بيساو كمان نفوز بالمباراه دي، لان هي هتفرق معانا زي ما خالد قال، هو المنافس المباشر ليك، او يمكن كانت غينيا بيساو وبوركينا فاسو هم المنافسين المباشرين ليكوا في الوقت الحالي في الفتره دي. اداء محمد صلاح طبعا، وطريقه محمد صلاح الجديده ان هو طبعاً كان بينزل دايما يستلم الكوره وكان بيتحرك، وكان حقيقي كابتن حسام يديله الحريه عكس بقى مركزه اللي انت عارفاه اللي هو في ليفربول. صحيح، وكمان كابتن حسام اتكلم انه يا جماعه كابتن محمد صلاح هو بيلم الفريق، وكابتن كل الفريق بيحبوه او كل المنتخب بيحبه، وبيحبوا يقعدوا معاه ويتكلموا معاه. حتى احنا شفنا كمان لقطه كانت لطيفه جدا لكابتن حسام حسن ومصطفى فتحي لما نزل، لما كان بيتكلم معاه وبيطيب بخاطره ان هو كان متضايق وما بيلعبش. فيعني الحقيقه شفنا في المباراه دي حاجات كتير قوي نطلع نشيد بيها. رايك ايه خالد؟ بالظبط، انا عايز اقول لك ان انا مش بختلف معاكي قوي يعني في موضوع الكابتن حسام وطريقه اللي كابتن حسام عايز يقدمها، لكن كابتن حسام عنده حاجة عايز يعملها، حاجة جديدة عايز يعملها لمنتخب مصر. وفعلا منتخب مصر زي ما احنا شفنا واتفرجنا الشوط الأول ظهر بصراحة بشكل مقبول جدا، أداء مبشر، في بوادر لحاجات كابتن حسام عايز يطبقها، وأدوار بيديها للعيبة، يعني عايز اللعيبة تعملها بشكل مختلف، عايز اللعيبة تعملها بشكل جديد. ويمكن زي ما أنا اتكلمت شفنا دور محمد صلاح وأداء محمد صلاح الجديد المختلف، ان هو تحس ان هو ما كانش وينج او ما كانش جناح هجومي زي عادته، لكن هو كان بينزل دايما يستلم الكوره، كان دايما بينزل يستلم من محمد عبد النعيم، من مدافعين، من نص الملعب، فتحس ان هو كان عايز يخلي محمد صلاح بلاي ميكر. صحيح، بجانب طبعا ادائه والامكانيات الكبيره الهجوميه لمحمد صلاح. لكن الكابتن حسام برضه في نفس الوقت يعني عمل توليفه، لو لعبت كتير هتنتج، خصوصا لو حصل بينها تناغم اكتر مع الماتشات ومع عدد الماتشات ومع عدد المعسكرات اللي الكابتن حسام بعد كده ان شاء الله هيعملها. لكن النهارده المباراه مختلفه شويه. صحيح، انت بتلعب بره ملعبك مش على ملعبك، مش في وسط جمهورك زي المباراه اللي فاتت، لكن كل ده طبعا ما يقللش من اي حاجه بالنسبه لنا احنا كلها طبعا، يعني لعيبه منتخب مصر كلها لعيبه كبار جدا، لعيبه لعبوا في ظروف اصعب من كده واقوى من كده. لكن احنا لو هنتكلم عن منتخب غينيا بيساو فانت بتلعب خصم نوعا ما هو مجهول عن منتخب بوركينا فاسو طبعا، اللي يعني عنده لعيبه كلها محترفه في اكبر انديه في العالم. بالظبط، لكن ما شفناش غينيا بيساو في كاس الامم الاخيره بيقدموا اداء يعني مميز او بيعملوا نتائج مبهره، لا بالعكس دول كانوا يعني متذيلين مجموعه كوديفوار اصحاب الارض، وكان معاهم كمان نيجيريا وغينيا الاستوائيه، وكمان عايز اقول لكم ما خدوش ولا نقطه وما سجلوش ولا هدف. دي مؤشرات طبعاً، يعني طبعاً مؤشرات تعتبر ايجابيه انهم مش المنتخب اللي منتخب مصر يعني يقلق منه. كمان التعادل الاخير يا نادين اللي تعادلوا مع منتخب سيراليون على ملعبهم بيدينا برضو انطباع شويه انهم حتى على ملعبهم مش اقوى حاجه، مش احسن حاجه، عادي هم بالنسبه لهم يعني كانوا بيلعبوا منتخب، يعني منتخب سيراليون يعني منتخب طبعا يعني متواضع، لكن بالظبط. لكن هنرجع ونقول حذاري كل الحذر من مفاجآت التصفيات، احنا عارفين في الاول وفي الاخر ان دي كوره، كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه بتبقى غير المباراه الثانيه، كل مباراه بيبقى ليها تركيزها، بيبقى ليها تحضيراتها، بيبقى ليها اجواءها العامه، وده اللي اكيد اتكلم فيه كابتن حسام، وده اللي اكيد يا نادين اللي كابتن حسام يعني اكيد هيئ اللعيبه بشكل كبير لمباراة النهاردة، وكلمهم على أهمية الثلاث نقط لمنتخبنا الوطني النهاردة. أكيد صح يا خالد طبعا، وزي ما أنت اتكلمت إحنا مش هنكون على ملعبنا، مش هنكون زي مباراة بوركينا فاسو اللي يمكن جمهورنا كان جزء كبير جدا بس يعني او سبب كبير جدا ان احنا نفوز بمباراه زي دي، لان الجمهور زي ما احنا عارفين هو عامل مؤثر لاقصى درجه. طبعا مش هنكون على ملعبنا، مش هيكون في نفس عدد الجمهور، لكن زي ما خالد قال في الخبرات بتفرق، واحنا منتخب عنده خبرات كتيره جدا، ومنتخب بيعرف امتى هو محتاج فعلا ان هو يفوز بالمباراه دي، وفعلا بنفوز بيها لما بنكون محطوطين يا خالد تحت ضغط معين او تحت يعني احساس انه لا احنا لازم نفرح، في مسؤوليه كبيره علينا، مسؤوليه كبيره. وكلهم الحقيقه كل منتخبنا عارف المسؤوليه دي، وده ما يديناش برضو يعني مش عايزين يا جماعه ابدا ان احنا نستهون باي منافس بنقابله،
مهما كان حجمه او تاريخه ايه، مش عايزين نستهون. كل مباراه احنا ندخلها المفروض ندخلها بحساباتها الخاصه، يعني ابقى عارف انا بنافس مين او انا مين المنافس ليا في المباراه اللي جايه، وادرسه كويس والعب على اساسه وما اتكبرش ابدا على الكره، لان الكره عمرها ما بتكون عادله. يعني يا خالد انت عندك لوسوتو متصدره المجموعه الثالثه اللي فيها نيجيريا وجنوب افريقيا، يعني منتخبين كبار جدا. جنوب افريقيا احنا شفنا عمل ايه في كاس الامم الاخيره، هي دي المفاجآت، واللي تعادلوا وبرضه عطلوا بعض ومرت كده ثلاث جولات وهو او يعني مرت ثلاث جولات وما زالت لوسوتو صاحبه التاريخ المتواضع تماما هي اللي متصدره. فده لازم كده ينور عندنا لمبه، يعني نقول بقى ايه، احنا محتاجين نبقى مركزين قوي في كل المباريات اللي جايه، مركزين جدا ان دي حاجه يا جماعه، يعني مونديال 2026 ده ما ينفعش ابدا ما نكونش فيه، ما ينفعش منتخبنا الوطني بتاريخه ده وبخبراته دي كلها زي ما انا وخالد كنا بنقول ما يكونش موجود في مونديال 2026. كمان احنا شفنا المجموعه الثانيه، الحاجه بقى الجميله جدا ان السودان متفوقه على السنغال ومتصدره مجموعتها، مستفيده برضو من فوزها خارج الارض على موريتانيا بجانب طبعا هديه الكونغو الديمقراطيه. حد كان يتوقع الكلام ده؟ لا طبعا، لحد دلوقتي كل شويه بنشوف مفاجات يعني. والسنغال كمان عايز اقول لك انها تعادلت المباراه الاخيره مع الكونغو في الدقائق الاخيره على ملعبها السنغال، اللي يعني ما كانتش بترحم اي فريق على ملعبها، لكن هي دي المفاجات اللي احنا بنتكلم فيها. بالظبط، وده اللي احنا حابين ان احنا نتكلم فيه، يعني السنغال بالتعادل ده يعني كمان المجموعه يا جماعه الرابعه ليبيا عامله شغل برده مميز جدا وكانت متفوقه على الكاميرون لحد ما الكاميرون برده سحقت كاب فيردي امبارح برباعيه في ياوندي. فالمجموعه التاسعه يا جماعه كمان بلدنا العربي بقى جزر القمر برده في الصداره، يعني احنا كل شويه بنقول معلومات يا خالد انه احنا يا جماعه محتاجين نبقى مركزين جدا، محتاجين الفتره اللي جايه ان شاء الله في كل مباراه. النهارده طبعا هنبتدي بمباراه النهارده تركيز كامل، مش عايزين يعني احنا شفنا في مباراه بوركينا فاسو طبعا ادائنا كان مميز جدا، بدانا الشوط الاول زي ما قلنا في كامل تركيزنا وكان في تهديف مبكر طبعا، يعني هدفين كانوا من تريزيجيه، ولكن مش عايزين بقى المستوى يقل في الشوط الثاني او نحس باجهاد بدني كبير في الشوط الثاني او تركيزنا يقل يا خالد، لان ده اللي هيفرق بقى معانا جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله ما يحصلش، واكيد زي ما انت بتقولي هاخد من كلامك ان بالنسبه للمفاجات وترتيب دلوقتي المجموعات، يعني مفيش اكتر من بطوله افريقيا اللي فاتت، كاس الامم الافريقيه والنتائج اللي شفناها والاداء اللي شفناه من المنتخبات اللي احنا ما كناش نتوقع انها ممكن تعمل النتائج دي او تقدم الاداء ده. ويعني اكبر مثال المنتخب كاب فيردي اللي كان معانا في المجموعه، اللي احنا يعني للاسف يعني قدمنا قدامه مباراه كنا متفوقين، بس هم بعد كده قدروا يرجعوا في المباراه وما كناش حاطين في دماغنا ابدا ان هم ممكن يعني حتى يتعادلوا مع منتخب مصر. فالحاجات دي بتعلمك، الحاجات دي بتعلمك للي جاي وبتخليك تعمل حساب للي جاي. فان شاء الله الكابتن حسام حسن يعني اكيد عارف كل ده، لعيبه منتخب مصر اكيد عارفه كل ده واتعلمت من كل ده. بس عايز اقول لك برده شفنا منتخب الجزائر بيخسر في اول مباراه وبوجود الجهاز الفني الجديد وعلى ملعبه، وكمان خسر من منتخب يعني يعتبر مش مصنف، يعني مش تصنيف اول زي المنتخبات الكبيره، وهو منتخب غينيا بس، يعني ولا غينيا بيساو ولا غينيا الاستوائيه، في ثلاثه غينيا زي ما احنا عارفين. لكن الايجابي ان الجزائر رغم انها خسرت لكن ما زالت متصدره المجموعه، ويعني ان شاء الله باذن الله اكيد بنتمنى لهم احنا كاشقاء عرب كل طبعًا التوفيق. طبعًا باقي المجاميع بقى الكبار هم اللي متصدرين المجموعات من غير اي مفاجات، عندك منتخب مصر الحمد لله وان شاء الله يكملوا في المجموعة الأولى محققة العلامة الكاملة، عندك المنتخب المغربي متصدر برضو للمجموعة الخامسة، كوت ديفوار حامل اللقب الأخير متصدر المجموعة السادسة، والمنتخب التونسي الشقيق متصدر المجموعة الثامنة. وعلى ده فكرة اللي من غير مفاجآت بقى، بالظبط دي المنتخبات اللي ما فيهاش مفاجآت الحمد لله. المنتخبات العربية كلها متصدرة أو أغلبية المنتخبات العربية، فبالنسبة لنا المنتخبات العربية مش بس برضو تونس ومصر، هم اللي فكرة ان هم بيلعبوا من غير ضغوط، وانتصاراتهم ان شاء الله في الجولة اللي جاية برضو هتفرق معهم بشكل كبير، هتخليهم مرتاحين في التوقفات اللي جاية، ويمكن يكونوا بإذن الله أول المتأهلين عن القارة الأفريقية لنهائيات كأس العالم القديم بإذن الله. إن شاء الله طبعا. ده اللي أكيد كلنا كمصريين نفسنا مصر طبعا. وكأشقاء عرب وكعرب بشكل عام بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربية طبعًا. وإن شاء الله نشوف مونديال يعني اغلبيه الفرق اللي من افريقيا تكون عربيه باذن الله، وان شاء الله النهارده بنتمنى كل التوفيق
لمنتخبنا الوطني ان هو ان شاء الله يوصل للنقطه رقم 12 ونحسم شويه فكره الصعود شويه، مش بنسبه كبيره قوي، لكن نبقى مرتاحين في فتره التوقف، نبقى صحيح. نادين كابتن حسام يعرف يشتغل مع اللعيبه، يعرف يعمل ماتشات وديه، يعرف يجرب ويعمل اللي هو عايزه مع المنتخب. طبعا وفوزنا النهارده ان شاء الله زي ما قلت هيسهل العمليه بنسبه 60 او 70%، ففوز النهارده مهم جدا ان شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا ان شاء الله باذن الله. النهارده طبعا في فقره سامو كوس لازم كلنا يعني قبل اي حاجه ندعي للكابتن محمود الخواجه نجم نادي الزمالك ورمز نادي الزمالك الكبير، واحد من النجوم التاريخيه في نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله ربنا يقومه بالف سلامه، وربنا ان شاء الله يمن عليه بالشفاء العاجل، خصوصا انه هيعمل عمليه جراحيه تاني النهارده باذن الله، ان شاء الله نطمن عليه ويرجع بيته سالم غانم ولاولاده ولاسرته ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب على خير يا رب. كابتن محمود الخواجه يعني واحد من الف سلامه عليه طبعا، طبعا يعني الكباتن يعني الكبار جدا في نادي الزمالك، وان شاء الله تبقى وعكه صحيه بسيطه وترجع تاني يا كابتن محمود بافضل حال ان شاء الله باذن الله بالف سلامه يا رب ان شاء الله. النهارده بقى في فقره سهم وكوس هيكون منورنا في ضيافتنا طبعا النهارده الرياضي وليد رشاد، وحديث كروي خالص عن لقاء منتخبنا الوطني النهارده قصاد غينيا بيساو، انتظرونا بعد الفاصل. ودلوقتي بقى خلونا نقول لكم على كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر. استأنف الفريق تدريباته امبارح يوم الاحد على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة السلبية اللي كان حصل عليها فريقنا بعد طبعا خوض مباراة البنك الأهلي الودية الأخيرة في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ووضع الجهاز الفني الفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز برنامج بدني خاص للاعبين على هامش الميران استعدادا أكيد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب البدنية الخاصة من خلال استخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة وكاج واو ميغال مخطط الأحمال الفقرة البدنية اللي استمرت لمدة 15 دقيقة، وتم خلالها رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة في ظل عودة اللاعبين من الراحة السلبية. بعد كده قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لخوض بعض التدريبات التأهيلية باستخدام الكرة لمدة دقائق، بعد كده طبعا يعني ده كان ضمن البرنامج التدريبي الموضوع، بعد كده طبعا هيكون في تمرين خاص يعني علشان يكون في استعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري ان شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق فيها. كمان مستر جوزيه جوميز كان ليه جلسه مع معاونيه من الجهاز الفني على هامش الميران امبارح، وكان جوميز خلال الاجتماع مع معاونيه كان ناقش بعض الامور الخاصه ببرنامج الفريق استعدادا ان شاء الله للفتره اللي جايه، الفتره المهمه في مشوار فريق نادي الزمالك، وكمان كان في اطلاع على التقارير الخاصه بالفريق خلال المباريات الوديه الاخيره، بجانب انه كمان اطمن على سير البرنامج التاهيلي والبدني اللي كان موضوع للعيبه، وكمان اطمن من الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي على حاله اللاعبين المصابين اللي هم ان شاء الله باذن الله يرجعوا مع فريق نادي الزمالك في اقرب وقت خلال المرحله اللي جايه. كمان خوض مصطفى الزناري ومحمد عاطف ثنائي الفريق برنامج تأهيلي وعلاجي خاص داخل صالة الجيم بمقر النادي، ده كان على هامش الميران امبارح، وأدى الزناري وعاطف مجموعة من التدريبات التأهيلية بجانب جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. بيعاني مصطفى الزناري من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض ليها خلال ودية البنك الأهلي الأخيرة، بينما بيعاني محمد عاطف من كدمة في الركبة تعرض ليها في نفس اللقاء. وفي نفس السياق ده أدى محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي فريقنا تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب ضمن برنامج موضوع ليهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية، وده بسبب معاناة محمد صلاح من إصابة خلفية بالركبة، بينما بيعاني أحمد رفاعي من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية. وبيقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة متابعة البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بالرباعي من أجل أكيد الاطمئنان عليهم بشكل مستمر وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.
طبعا شيكابالا لسه مكمل برنامجه التأهيلي على هامش المران في الفترة الأخيرة. طبعا كلنا عارفين أن شيكا كان تعرض لإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية. ونختم الأخبار الخاصة بفريقنا، وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه جوميز تعديل موعد المران النهاردة يوم الاثنين. من المقرر أن يخوض الفريق المران الساعة 4:30 بدلا من 6:30 علشان يتيح للاعبين مشاهدة مباراة منتخبنا الوطني أمام غينيا بيساو اللي هتكون الساعة 7 مساء في تصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم. بعد ما خلصت أخبارنا الزملكاوية هنقول لكم كل الجديد على الساحة العالمية، ولكن بعد الفاصل. يعني احتفاء كبير بصراحة من الجماهير البرازيلية بالنجم الكبير تياجو سيلفا اللي راح نادي فلومينينزي البرازيلي بعد مسيرة بقى طويلة في الملاعب الأوروبية باريس سان جيرمان وتشيلسي. يعني تياجو سيلفا واحد من المدافعين التاريخيين في الكرة البرازيلية. دلوقتي تعالوا نروح نظبط ساعتها مع بعض ونتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم. بيكم من جديد، ودلوقتي خلونا كده نروح نشوف يعني نبض 100 عقبه بيقول ايه ونرجع ليكم مره ثانيه. صباح الفل عليك يا علا ونهارك ابيض. صباح الخير يا علا، نهارك ابيض. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليكم زملائي الاعزاء، صباح الفل يا خالد، صباح الفل يا نادين، نهاركم دايما ابيض بخطين حمر. طبعا خلينا نتكلم النهارده عن مباراه مصر وغينيا بيساو اللي هتتعرض اليوم الساعه 7 مساء، مباراه هامه جدا ان شاء الله، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكن خلينا نتكلم عن مشوار منتخبنا الوطني من اول الجوله الاولى اللي فاز فيها على جيبوتي بنتيجه 6-0، وكمان فاز ايضا في الجوله الثانيه على سيريليون بنتيجه 2-2 قبل ان يفوز على استاد القاهره على بوركينا فاسو نتيجة 2-1. على الجانب بقى الزملكاوي، طلب طبعا كابتن حسين لبيب مجلس ادارته بقياده كابتن حسين لبيب تفصيل يعني تقرير مفصل على حاله اللعيبه وعن الاماكن اللي مستر جوميز يكون محتاجها تمهيدا لطبعا الانتقالات الصيفيه. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا اليوم، وايضا كل التوفيق لنادي الزمالك. لكن النهارده معانا كابتن احمد صلاح هيكلمنا عن مباراه طبعا النهارده بين منتخبنا الوطني وغينيا بشكل فني اكتر. الاول برحب بيك على قناه الزمالك. اهلا بك، اهلا بك، اهلا بك. اتكلمنا عن النهارده مباراه مهمه، كابتن حسام حسن كل الدعم طبعا ليك العميد بعد الفوز المهم جدا ورجوع طبعا الروح لمنتخبنا الوطني. ازاي نقدر نتكلم بشكل بقى فني عن منتخبنا الوطني، وازاي نتكلم اكتر ونقول هل يقدر الكابتن النهارده حسام حسن يلعب بنفس اللي لعبه في استاد القاهره، ولا الاجواء هنا هتختلف رغم ان الرحله طبعا كانت شاقه جدا، يمكن 8 ساعات انتقلوا بطياره خاصه امبارح الصبح ووصلوا خلال 8 ساعات رحله شاقه جدا. لكن خلينا نتكلم عن الاجواء وعكسها طبعا في استاد القاهره. طبعا احنا نتمنى طبعا المنتخب النهارده يعمل نتيجه ايجابيه، وده اللي متوقعينه من الكابتن حسام حسن، طبعا مدرب قدير وجهازه المعاون، واعتقد ان هو هيكون متحفظ شويه في المباراه خصوصا بره ارضنا، لان هو طبعا يعني الافضل انت ما تكسبش يبقى تتعادل على الاقل. قلت لي كابتن عن المقوله دي برضو، قلت لي كابتن طبعا المدرب الوطني دايما يعني عنده حته لما كسبتش ما تغلبش، وعلى سبيل المثال كابتن حسن شحاته والكابتن القدير الجوهري الله يرحمه، فدي المدرسه بتاعت المدرب الوطني، ان انا لو ما اتغلبتش يعني اتعادل. واعتقد هيبقى في تحفظ من كابتن حسام حسن. رغم ان كابتن حسام حسن دايما بنقول عليه ان هو من المدربين الوطنيين اللي حماسيين شويه، لكن اكتر من كده يكون ان
اللعب برضو زي ما بنقول دايما زي ما حضرتك قلت ما نخسرش، لكن الحماس ممكن ما ياخدناش قوي. لكن بنشوف التكتيك بقى اكتر، لو اتكلمنا عن التكتيك في الملعب وهل السويتشات اللي ممكن يعملها المنتخب الوطني هيكون ليها تاثير، واتكلمنا عن دور تريزيجيه اللي شفناه متالق، واتكلمنا عن كل اللعيبه طبعا منتخب مصر. طبعا هو اعتقد كابتن حسام ممكن يلعب ورا اربعه، النهارده مش ثلاثه، الماتش اللي فات كان ثلاثه، فيبقى في تحفظ حته الدفاع وممكن يلعب على الهجمات المرتده. وعندنا طبعا نجوم كبيره يقدروا في اي لحظه يخلصوا المباراه، كابتن محمد صلاح طبعا العالمي، وتريزيجيه وكابتن زيزو طبعا ابن نادي الزمالك، دول طبعا كلهم نجوم، كل واحد فيهم منتخب يعني، في اي لحظه يقدر يخلص المباراه. فاعتقد كابتن حسام هيلعب على التكتيك ده، ان هو مش هيفتح الجيم من اوله طبعا صعوبه المباراه، لان احنا النهارده ان شاء الله لو كسبنا باذن الله اعتقد ان احنا كده صعدنا يعني بنسبه كبيره جدا يعني. فاعتقد ده التكتيك بتاع كابتن حسام يعني، هو مش هيغامر يعني. كابتن، يمكن كابتن حسام حسن شفناه في اللقاء الصحفي وكان دايما لاحظنا فيه انه دايما بيدافع ومتعرض لهجوم كتير، هو يعني المفروض ان هو مدير فني وطني، واكيد كل التوفيق طبعا لمنتخبنا، واحنا يهمنا طبعا في المقام الاول ومنتخبنا الوطني، ازاي نقدر يعني يتجنب يعني تلك التلوث السمعي يعني. طبعا يعني انا مش عارف بصراحه، الراجل لسه مستلم المنتخب، لسه بنقول اول ماتش كسبنا، احنا المفروض نبقى في ظهر كابتن حسام حسن والجهاز المعاون، جهاز وطني محترم. كابتن حسام حسن ده 40 سنه كوره، فارجو ان احنا نبقى في ظهره يعني، ونسنده ونساند المنتخب لغايه ما نصعد كاس العالم، بعد كده نقعد نتناقش بقى. لكن احنا مش من اول ماتش نقعد نقول عمل ودخل وفضي يطلع والتكتيك غلط، يعني ماشي مالهاش لازمه، احنا بنحارب يعني دي غلط، احنا عاوزين نصعد وبعد كده نقعد نتناقش في التكتيك، في اللعيبه اللي خدهم، في وظائف، في اماكن اللعيبه، بس مش وقت. واحنا دلوقتي عاوزين المنتخب يصعد وبعد كده نتكلم بقى في السلبيات. توقعاتك ايه لمباراة النهارده؟ والله توقعاتي ان شاء الله 2-1 لمصر ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا كابتن على اللقاء ده، وان شاء الله كل التمنيات لمنتخبنا الوطني. شكرا 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 شكرا. طبعا خالد ونادين، ده كان لقائنا مع كابتن احمد صلاح، كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني اللي دايما بيهمنا جدا انه يكون دائما في المقام الاول. ان شاء الله النهارده الفوز والغلبه تكون لمنتخبنا الوطني، بالتاكيد زملائي الاعزاء عوده ليكم مره اخرى. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه عوده القائد طبعا، وشكرا اكيد موصول لكابتن خالد صلاح. ودلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه تاني اكيد في فقره سهم وكوس مع خالد غانم بعد الفاصل. بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ وليد رشاد المحلل الرياضي. يا أستاذ وليد نهارك أبيض. أهلا بيك يا خالد، وأهلا بكل مشاهدي قناة الزمالك الحبيبة على قلوبنا جميعا. أهلا بحضرتك، وخلينا بقى نخش في الأهم النهاردة، ماتش منتخبنا الوطني. لكن خلينا أعرف منك تقييمك الفني لأداء منتخبنا الوطني خلال المباراة الأخيرة اللي كانت أمام المنتخب البوركيني. هو الحقيقة منتخب في مباراة بوركينا يعني حسام استغل غياب أو إصابة فتوح وغياب محمد حمدي في أنه هو لعب بالطريقة المختلفة اللي هي منتخب أصلا مش متعود عليها، اللي هي 3-5-2، لعب بثلاث مدافعين، ودي كانت الحل الأمثل في ظل غياب الباك ليفت الرئيسي والباك ليفت البديل البديل، ويعني عمر كمال بيأدي في المكان ده ولكن مش مكانه الأصلي الأساسي. فكان الأفضل اللي هو عمله، خصوصا مع غياب برتراند تراوري نجم الفريق البوركيني لخلافاته مع المدرب، ودي كانت حسن حظ منتخب مصر. كمان كان غايب يوسف ودايو، كان غايب هيرفي كوفيل الجون، لكن يبقى منتخب كان قوي جدا. فهو احنا استغلينا الموضوع، خضتهم من الجمهور في الاول، الهدفين اللي سجلناهم بدري قوي، دايما في المباريات الصعبه اللي زي دي الاهداف المبكره بتحل الغاز المباراه. سجلنا هدفين متتاليين في 10 دقائق، فطبعا هم ده اللي فرق معانا بشكل كبير جدا جدا. طبعا فرق معانا جدا، خصوصا ان هم عقبال ما تداركوا الموقف كان خلاص بقى يعني الامور كانت هربت منهم. المدرب يعني هو لسه جديد معاهم، فحاول يصلح شويه في الشوط الثاني وصلح فعلا،
واعتمد على الضغط على الدفاع بتاعنا، خاصة ان اللياقه بتاعت على سرعات الاطراف اللياقه بتاعت المنتخب بتاعت مصر وقعت شويه الشوط الثاني، قدر يسجل هدف وضيع هدف او اثنين كمان، ولكن حققنا الكابتن حسام حقق الهدف، اول فوز في اول مباراه رسميه، جدا بقينا 9 نقط، بقينا من زمرة المنتخبات الكبرى في افريقيا اللي هي حصلت على النقاط الكامله في الثلاث مباريات. يا استاذ وليد، يعني ده طبيعي المنتخب مصر ان هو لازم يبقى على قمه اي مجموعه او اي بطوله بيشارك فيها. هو كمان لما تبص للمجموعات الثانيه تلاقي ان مفيش، يعني مفيش حد عمل الرقم ده غير تونس وكوت ديفوار. يعني رايحه جايه المجموعات اللي ده في مهازل مثلا في مجموعه نيجيريا، نيجيريا متصدرها المجموعه، نيجيريا في المركز الخامس وجايبه 3 نقط من 3 تعادلات، فاحنا كنا حصلنا على 3 انتصارات ب9 نقاط، دي حاجه بالزبط. كويسه جدا بالظبط. طب كان ليك تعقيب على التشكيل ولا شايف ان ده كان التشكيل الامثل بالنسبه لكابتن حسام في المباراه اللي فاتت؟ انا شايف ان ده كان التشكيل الامثل، ويعني كان ممكن، بس هو كان يعني كان وجهه نظري ان كنا ممكن ندفع بياسر ابراهيم بدل شويه، لا ياسر ابراهيم بدل حمدي فتحي مدافع ثالث، يعني من اول الماتش مدافع ثالث، ويبقى زيزو مكان هاني ناحيه اليمين، ولكن هو فضل هاني على اساس ياسر برده كان بعيد الفتره اللي فاتت كلها، يعني بتتكلم في واحد بقوله 3 4 شهور هو خاف من كده، وكمان هاني بيأمن دفاعيا افضل، ولعب تريزيجيه يعني ما بين الباك والجناح، والحقيقه بذل مجهود كويس، وعايزين نقول ان تريزيجيه واحد من افضل لاعبي الجيل الحالي، يعني ما تسترجع المباريات بتاعه المنتخب من البطوله اللي فاتت هيكتور كوبر وبطوله افريقيا والتصفيات كاس العالم 2018 لما حصل على ضربه الجزاء، تحس انه اكتر من اكتر اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب بحماس واداء ثابت مع المنتخب، ما الامل اداؤه ثابت، بينقذنا في مواقف كتير، غيابه بيفرق قوي مع منتخب انت شايف ان هو لا يقل اهميه عن محمد صلاح في المنتخب. هو يعني عايزين نقول ان لو صلاح مش موجود كان تريزيجيه بقى نجم الجيل ده، بس هو طبعا صلاح معدي في حاجات كتير، ولكن تريزيجيه لا يقل عن صلاح بالظبط. ولكن كل ده في الاخر يا استاذ وليد، يعني كل ده في مصلحه المنتخب اللي احنا كمان عايزين يتالق مصطفى محمد، وعايزين مصطفى فتحي لو خد، وعايزين يعني اي لعيب بيشارك، حتى اللعيبه الجديده اللي انضمت زي امين اوفا مهاجم واعد ممكن يبقى ليه دور بعد كده، بجانب بقى زيزو، وفي لعيبه ابراهيم عادل كمان، انا شايف في لعيبه كمان لو خدت لسه زي ابراهيم عادل برده ممكن يبقى تريزيجيه الجاي مع المنتخب. ابراهيم عادل لاعب كويس جدا، ناصر ماهر اعتقد ممكن يحل لنا مشكله غياب اللي عندنا سعيد. من ساعه غياب عبد الله سعيد عن المنتخب، فناصر ماهر بلاي ميكر كويس وبيقدر يوزع كرات كويسه، فاعتقد ناصر ماهر ممكن يكون له دور مع المنتخب الفتره القادمه ان شاء الله. شفت الشوط الثاني تغيرات الكابتن حسام، هل اثرت شويه من رتم المنتخب اللي كان تراجع بصراحه الاداء في الشوط الثاني، ولا انت شايف ان يعني ان كانت التغيرات نمطيه ما اضافتش يعني اي حاجه للمنتخب؟ هو اللي تراجع اللي يعني المجهود مع الحماسه اللي كانت في الاول اللي راحت من اللعيبه بعد ما سجلوا الهدفين وحسوا ان المباراه سهله، خصوصا ان احنا كان لينا شبه ضربه جزاء بتاعه تريزيجيه، فكان ممكن النتيجه تبقى 3، فاللعيبه حست ان المباراه اتسهلت. التغييرات كانت تغييرات تقليديه، يعني خصوصا ان هو حسام فطن الناحيه اليمين عندنا كانت فيها مشكله، فبدا ينزل عمر كمال بقى على اساس يبقى مدافع بدل بعد ما تريزيجيه موجود، وعنده سرعات شويه مع اللعيبه مدافع بقى يحاول يقفل شويه، ولو ان انا شايف ان هو برده مش مكانه، محمد حمدي افضل وفتوح افضل، ولكن ده اللي كان متاح في التغييرات وقتها. انت بشكل عام راضي عن اول مباراه اللي فاتت بالنسبه للكابتن حسام؟ حسام حسن تعتبر بدايه جيده لي مع المنتخب، وزي ما قلنا المباريات في رحلات تصفيات البطولات المباريات بتتحسب بالتارجت، انت حققت التارجت ولا حققت التارجت، يبقى خلاص بالزبط. انت بالزبط. محتاج الفوز، محتاج تقصي المنافس اللي يعتبر المباشر ليك اللي هو بوركينا فاسو، ابعدته كتير عنك، بقيت انت 9 وهو 4، ففرق 5 نقط، دي فرق مريح. في نفس الوقت اديت جرس انذار للمجموعه كلها، ولان المجموعه يعني مش بالقوه بس برضو المنشوده، لازم تعمل، ولكن عليك. احنا كوره في الاول وفي الاخر، احنا بنلعب لحد ما نتاكد رقميا ان المنتخب وصل، ولو كانت عايزين نقول تاريخيا يعني ان الفرصه دي اسهل فرصه تصفيات ان شاء الله. من ده ايام اكيد بنتمناه، من ايام 34 يعني، من ايام ماتش فلسطين 34 دي اسهل فرصه تصفيات، ده اكيد بنتمناه. طب نيجي بقى لغينيا بيساو والمباراه المهمه بالنسبه لنا اللي هنلعبها النهارده ان شاء الله. شايف برضو موضوع يعني قرب الماتشين من بعض، وموضوع السفر وال8 ساعات والاجهاد شويه حتى اللي انت اتكلمت عليه اللي عانى منه المنتخب في الشوط الثاني في مباراه بوركينا، انا شايف ممكن ده ياثر شويه النهارده على المنتخب، ولا خلاص يعني اللعيبه خدت يعني استشفى وخدت ريكفري بالشكل المناسب اللي هم النهارده
يقدموا مباراه يبقى فيها يعني جري، معدلات جري كبيره، يبقى فيها التحامات، يبقى فيها شغل بدني كبير، ولا شايف النهارده الكابتن حسام هيقسم المباراه على كذا مرحله؟ هو دايما جرى العرف ان منتخب مصر بيبقى افضل في البطولات المجمعه اللي هي البطولات المتوسطه زي بطوله افريقيا، الماتشات اللي هي الذهاب والاياب او الماتشات الجولتين اللي هي الموضه الجديده اللي ظهرت في الكره الحديثه، ان يبقوا ماتشين ورا بعض دي في الوقت منهم قصير، دي احنا ما بنبقاش يعني مسيطرين قوي على مجهودنا البدني فيها، لعيبتنا مش متعوده على كده، دي بتبقى انسب للعيبه المحترفين اللي جايين من بره، الفرق اللي معظمهم محترفين زي بوركينا زي غينيا، ده بيجمع محترفين فبيبقى انسب لهم، ما بيبقوش عايزين يتجمعوا في دورات مجمعه مده طويله ويغيبوا عن دورياتهم، بيبقوا عايزين ماتش عالم، فاكيد هيهمهم ان هم يعني ماتش على ملعبهم كمان، فاكيد ماتش صعب. فهو بالنسبه لهم هو بالنسبه لهم في مصلحتهم هم حكايه المباريات القريبه، احنا بالنسبه لنا طبعا الموضوع ده هيبقى صعب خصوصا ان كمان السفر كبير، ولكن لحسن الحظ هي دي تقريبا غينيا بيساوي المنتخب الوحيد مع المنتخب المصري في المجموعه اللي بيلعب على ارضه، خمس نقط خد بالك دلوقتي، لا واللي بيلعب على ارضه كمان في منتخبات كتير في المجموعه بتلعب بره ارضها، بوركينا فاسو هيلعب في مالي، جيبوتي بيلعب في المغرب، اثيوبيا هيلعب بره ارضه، فمنتخب غينيا بيساوي من المنتخبات اللي هتلعب على ارضها، ملعبهم ملعب صغير مش كبير 15000 يعني 20 او 20 مش كبير، يعني الجمهور بتاعهم مسالم مش جمهور عنيف، فدرجه الحراره 33، احنا هنا درجه الحراره يمكن اعلى شويه بالظبط، نفس الاجواء نفس يعني الرطوبه اللي عليها، فنفس الاجواء دايما بتقلق من الجماهير العنيفه، الجماهير اللي بتشجع هو جمهورهم وديع ومسالم، فالمباراه هتبقى حتى اخر مباراه على ملعبهم يعني مع سيراليون وتعادلوا مع اثيوبيا، وكانت مباراه مش يعني الجمهور ما عملش حاجه، الجمهور بيتفرج الكوره وخلاص، لكن انت بتتكلم على اللي يخصك انت، على موضوع الاجهاد، على موضوع السفر، على يعني موضوع برضو احمد محمد حمدي النهارده هل هيشارك، هل كابتن حسام هيبدا بنفس التشكيله ولا لا؟ طب خلينا اخدك للاخطاء السلبيه اللي وقع فيها لعيبه منتخبنا في المباراه اللي فاتت، شايف النهارده الكابتن حسام برضو هيشتغل عليها ازاي، او اكيد هو اشتغل عليها مع اللعيبه، خد بالك نفسيا قبل فنيا، لو انت عارف الوقت صغير والوقت قصير، فمش مش يعني مش هيلحق حتى ان هو يعالج الاخطاء بتاعه المباراه اللي فاتت. هو بالنسبه لنقطه الاجهاد احنا لو عايزين نقول هنقول ان منتخب مصر النهارده الافضل ليه انه ما يلعبش بضغط عالي، يلعب على ان هم يسيب الاستحواذ لفريق غينيا، وهو فريق غينيا بيحبوا يستحوذوا على الكوره، هم كورتهم حلوه، كورتهم برتغاليه، هم من المدرسه البرتغاليه في قاره افريقيا اللي بتضم خمس منتخبات، موزمبيق والراس الاخضر وانجولا وهم ساوتومي، فدول بيلعبوا كوره حلوه، ما بيلعبوش كوره عنيفه، ما بيعتمدوش على اللياقه البدنيه، بيعتمدوا بيلعبوا على الارض، بيحضروا من ورا، فدي فرقه احنا افضل حاجه معاهم ان احنا نسيب لهم الاستحواذ ونعتمد على اللدغات بقى، لان هم ارتدادهم ضعيف، التحولات الهجوميه بالنسبه لنا التحولات الهجوميه سلاح منتخب مصر النهارده، تبقى سلاحنا النهارده وما نجهدش نفسنا، احنا نعتمد على اللدغات اللي ارتدادهم ضعيف جدا في لما بيكون معاهم الكوره وبيرجعوا ببطء قوي، ثم النهارده كده يبقى عندهم حافز برضه ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه معاك، عشان هم الاقرب ليك دلوقتي، خمس نقط فرق كسبوا يبقوا 8. هم على فكره كانوا حزانه جدا بعد مباراه اثيوبيا، لانهم حسوا ان هم ضيعوا فوز كان ممكن يكون يقربهم مننا جدا، فهم كانوا حزانه جدا، وعلى فكره ضغطوا جامد في الربع ساعه الاخيره، ولكن هم عيبهم الفينشنج بتاعهم مش حلو، المهاجمين بتاعهم واكيد عندهم مشاكل في الخطوط الدفاعيه يعني. السيرد باكين بتاعهم داجالو وسانجانتي مش يعني ما عندهمش عمق دفاعي قوي، وبيلعبوا لعيب الكوره دايما او اللي كورته حلوه بيبقى لاعب بتعالي شويه، فما بيلعبوش على التطفيش، ما بيعتمدوش على التطفيش، بيعتمدوا على بناء الكوره والتسليم والتسلم، بيلعبوا كوره من تحت يعني عندهم المعلم، بيعرفوا يطلعوا بالكوره من تحت لقدام، المعلم بتاع خط النص بقى الفا سميد، وده المحترف في نادي الطائي السعودي، الطائي نزل طبعا دوري درجه ثانيه، بس هو كل كوره لعيب مميز، كل كوره هو لازم يبصم عليها يعني هم بيعتمدوا على ان كل كوره يوصلها له، هو يعني حريف جدا، ولكن هو اللي انت عايز تقول بيتحكم في رتم لعب منتخب غينيا، بالظبط هو اللي بيوزع الكرات، هو بيعمل، بس هو مشكلته ان هو بطيء شويه وبيعمل سكاننج للملعب، يعني هو بياخد الكوره ويشوف بقى اسكان يدي جبهه اليمين لجيفرسون انكادا اللي هو لاعب فاركو بيلعب في الدوري المصري، ده سريع جدا وانطلاقاته خطيره جدا، او فالي كاندي اللي هو ناحيه الشمال، وده بيلعب في ميدز الفرنسي وبيعتمدوا عليه اعتماد كلي، اكيد عندهم وليد لعيبه مميزه اكيد طبعا هم كل اللعيبه عندهم محترفين، في منهم
محترفين في الانديه يعني مميزه، وفي انديه درجه ثانيه وثالثه، ولكن كل القائمه بتاعتهم محترفه. فاحنا اعتقد ان كابتن حسام لو اعتمد زي ما قلنا على اللدغ من الهجمات المرتده، اعتمد على الضغط على المدافعين لان بيلعبوا كوره كويسه وبيحضروا من ورا، ونستغل ان شاء الله نص فرصه لو ممكن تبقى اخطائهم كبيره. الضغط كمان على الفا سميدو ده حد يبقى معاه، هو لو اتمسك هيشل حركتهم. وفي نفس الوقت هم عندهم مشكله ان هم في لما الكوره بتبقى معاهم احيانا كتير قوي الكوره بتتخطف منهم بسهوله. فلو قدرنا نخطف منهم الكوره في خط النص هيبقى ده مصدر في ضغط عالي يعني. هم بيلعبوا كوره حلوه في ضغط عالي يعني بيلعبوا اجزاء كتير من المباراه بالذات لعيبه خط النص، ان هم يحاولوا يربكوهم. نص الملعب بقى مروان عطيه وحمدي فتحي هم اللي هيبقى ليهم الدور ده بنسبه كبيره مع منتخبنا النهارده ان شاء الله باذن الله. انا اعتقد ان هو الاثنين بتوع خط النص اللي هم المركز 6 ممكن هم دول اللي يفرقوا معانا ان شاء الله. طيب النهارده باذن الله في حال مكسب منتخب مصر باذن الله بدون مقاطعه، نقدر نقول خلاص كده مبروك منتخب مصر صعد لكاس العالم، ولا انت شايف ان لسه بدري على الجمله دي؟ هو احنا لو كسبنا النهارده ب 12 نقطه اقرب المنافسين هيبقى لسه عندك على ملعبك ماتشين؟ لسه عندك على ملعبك ماتشين، هيبقى اقرب المنافسين اللي هيبقوا في مباراه النهارده بين بوركينا فاسو وسيراليون. لو اتعادلوا هيبقى الفرق بيننا وبين كل المجموعه 7 نقط، لو في حد فيهم فاز هيبقى الفرق بيننا وبينهم 5. في حاله الخمسه يبقى احنا محتاجين عشان حد يحصلنا نخسر مباراه ونتعادل مباراه، ولو في حاله السبعه يبقى نخسر مباراتين ونتعادل مباراه من 6، فده اعتقد هيبقى احتمال صعب، خصوصا ان احنا عندنا 3 مباريات على ملعبنا، والمباريات الخارجيه زي ما بنقول هتبقى معظمها على ملاعب محايده، فالموضوع هيبقى ان شاء الله لو كسبنا النهارده الموضوع هيبقى. لكن انت شايف ان منتخب مصر يعني ان شاء الله النهارده قادر انه يحقق مكسب لو لعبنا لعبنا ولعبنا. وانا اعتقد شايف النهارده بالمناسبه، هل كابتن حسام هيلعب برضه بنفس الطريقه 3-5-2، ولا مع وجود محمد حمدي بقى معاك ممكن تبقى الطريقه الطبيعيه اللي هي 4-4-2 او 4-3-3؟ لا اعتقد ان شاء الله النهارده ال 4-3-3 اكيد، لان هو محتاج الباكين يقفلوا، لان بقول لك الطرف الباكين هناك بينطلقوا بيعملوا انطلاقات عنتريه، جيفرسون انكادا وكاندي، فلازم يبقى عندنا اعتقد محمد هاني ناحيه اليمين حتى افضل من عمر كمال ومحمد حمدي. واعتقد ان حسام حسن بيحب محمد حمدي وهو من رجالته وهو من يعني اكتشفه ايام ما كان في المصري، فاعتقد ان محمد حمدي هيرجع مكانه وان شاء الله يعمل مباراه كويسه النهارده ان شاء الله، وكل اللعيبه تادي اللي عليها النهارده في المباراه هو بيطلع. اعتقد وخط طبعا المثلث الهجومي المقلوب حسام وتريزيجيه وقدام مصطفى محمد، اعتقد هيبقى الجدل في واحد في خط النص. هل امام وحمدي لا امام مش بنسبه كبيره مش هيشارك النهارده، ومروان يبقى حمدي ومروان وزيزو، ممكن يبقى تغييره مع الكابتن حسام، يبقى حمدي ومروان وزيزو. يبقى انا اعتقد زيزو بديل لامام وحمدي ومروان، يبقى كده وحمدي ومروان امام بديل لزيزو. عايز مين يشارك؟ زيزو يبتدي طبعا. تمام يبقى امام هو اللي بديل. امام بديل لزيزو لو 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 مش جاهز قوي، لان هو تقريبا كان فيه برضه اصابه خفيفه المباراه اللي فاتت. و حمدي ومروان يضغطوا على الفا سميدو، ويبقى احنا كده امننا الدنيا ان شاء الله باذن الله. وليد النهارده المنتخب يعمل عليه كل اللعيبه النهارده، خصوصا ان احنا كمان اخر مباراه مباراه معاهم او المباراه الوحيده اللي لعبناها معاهم في كاس الامم 21 ام كروش، وكسبناهم 1-0 وكانت مباراه فتحت خير عليهم. النهارده كمان قبل فتره يعني التوقف او اللي مش هيبقى فيها مباريات دوليه للمنتخب هتبقى طويله، انت عارف انت ممكن تلعب مباراه جايه يعني يعتبر السنه الجايه. فانت عندك فتره بقى. انا عايز اقول لك دي اطول رحله تصفيات احنا من نوفمبر 23 لاكتوبر، سنتين تصفيات، اطول رحله تصفيات يعني دي في يعني ممكن اجيال بتتغير بالظبط في لعيبه. احنا في رحلات تصفيات كانت ذهاب وعوده، ماتش ايطاليا ذهاب وعوده، ماتش فلسطين صحيح. فدي رحله طويله جدا. فاحنا نجمع نقط، وزي ما انت بتقول ممكن اللعيبه تظهر، لعيبه تختفي، ممكن وينش يرجع، ممكن حجازي يرجع ان شاء الله باذن الله. فممكن في حاجات كتير تحصل خلال الفتره القادمه بالظبط ان شاء الله باذن الله. يا استاذ وليد بنتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده، يحقق 3 نقط مهمه، 3 نقط جديده ان شاء الله تفرق اكيد في مشوارنا في مونديال 26 والتصفيات. وان شاء الله كابتن حسام يقدر في الفتره الجايه بقى يشتغل زي ما انت قلت، ان هو يبص على لعيبه اكتر، ممكن لعيبه تطلع من الدوري المحلي، ممكن لعيبه تظهر من الدوريات الاوروبيه. المنتخب الاولمبي كمان احنا هيرجع لنا بعد في 3-4 لعيبه اساسا بعد اولمبياد باريس، هيبقى عندنا لعيبه كتير محمد شحاته، ابراهيم عادل، كوكا، في لعيبه كتير قوي ممكن ترجع. حسام عبد المجيد احنا يعني بنفضل دايما نسيب لعيبه المنتخب الاولمبي على اساس الاولمبيات ويركزوا كده، لكن بعد الاولمبيات خلاص هيرجعوا للمنتخب بالظبط، ومتاحين مع منتخبنا متاحين لحسام حسن بالظبط بالظبط. ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك النهارده المنتخب بيحقق 3 نقط مهمه جدا، وباذن الله النهارده يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني بقى، من منتخبنا لنادي الزمالك.
ونادي الزمالك اكيد انت متابع وعارف ان مستر جوميز بيستغل فتره التوقف الدولي الحاليه، وكان في ماتشين وديين، واحد مع النصر نادي الزمالك كسبه 3-1، واحد مع البنك الاهلي اللي خلص تعادل ايجابي 3-3. شايف برضو مستر جوميز يعني الى حد ما استغل فتره التوقف بقى بالشغل الفني اللي بيعمله في التمرينات او بالمباراتين حتى الوديتين اللي هو لعبهم مع النادي؟ انا شايف ان هو فرصه بقى لاعاده دمج الفريقين اللي هو او القايمتين، القايمه الافريقيه والقايمه المحليه. خلاص احنا انت كم معكش لعيبه، انت معكش ولا فتوح ولا زيزو ولا عواد ولا شحاته ولا حسام عبد المجيد، انت بتتكلم في خمس ست لعيبه مش معايا. بس احنا يعني من القوام الرئيسي انتهينا من فكره بقى خلاص احنا بنركز في قائمه واحده. عرفنا اهدافنا، فزنا بالكونفدراليه وعندنا السوبر الافريقي، فاحنا عندنا دلوقتي الدوري المحلي هو الهدف الرئيسي، واللي هي مباراه الدور 32 في كاس مصر. فالدنيا بدات تتضح امام جوميز. الاول كانت الدنيا متلخبطه، مباريات في الكونفدراليه لعيبه مش متايده هنا، لعيبه متايده هنا. اعتقد الدنيا بدات توضح، هيبتدي كمان يعرف النواقص اللي عنده عشان يبلغ بيها الإدارة، عشان يبقى فيه تعاقدات الفترة الجاية بالنواقص اللي عنده. هيبتدي يستغل القائمة المتاحة، اللعيبة الموجودين. وأنا بفضل دايما أن الأندية تستفيد من لعبتها لحد آخر مدة تعاقدها، ما بحبش فكرة أن اللعيب اللي هو هينتهي تعاقده يبقى خلاص نجمده، لا احنا نستفيد منه، هو احنا دافعين فيه فلوس، نستفيد منه لحد آخر لحد يوم آخر عقده. ربما زي بره ربما يتغير ويكمل. شفت كيليان امبابي هو قال لهم ان انا ماشي من كام شهر ولحد آخر مباراة الراجل موجود مع فريقه. وانا كنت من ضمن الحاجات اللي كنا بنشيد بيها دايما اشرف بن شرقي لما لعب لحد اخر مرحله في عقده مع النادي، ولعب باخلاصه وسجل اهدافه وكاس مصر مع الزمالك. هو قال لك انا هجيب الكاس لنادي الزمالك وبعد كده همشي، فدي كانت حاجه تحترم وجماهير الزمالك ما زالت بتحترمها. فانا شايف ان هو فرصه لنادي الزمالك لاعاده ترتيب الاوراق. رمي الفوطه في الدوري انا شايف ان هو مش منطقي، لان لسه بدري في مباريات تبادليه بين الكبار الثلاثه الاهلي والزمالك وبيراميدز، ممكن تضيع والزمالك او الزمالك والاهلي لعبوا نفس عدد الماتشات. وكمان المباريات يعني التبادليه يعني الاهلي ما لعبش مع بيراميدز، هيبقى عنده ماتشين، لو تعدوا الماتشين يبقى خسروا الاثنين اربع نقط. صحيح. فممكن تقربك من القمه. فانا شايف ان دي فرصه كويسه قوي ان هو اعاده ترتيب الاوراق، ومعسكرات الدوليه بتبقى فرصه لان هو توقف يعني اجباري على على الجميع بما فيهم كمان المحترفين، يعني بالزبط. حتى المحترفين بتوعنا في منتخباتهم، متيابة لعب كمان مع منتخب اوغندا اعتقد، ممكن وسامسون كان مع منتخب بنيني، وياسر حمد كان مع المنتخب الفلسطيني، للاسف سيف الجزيري هو بس اللي اتصاب. لكن مسلمش عمل مباراه حلوه قوي على فكره مع غينيا الاستوائيه، شارك بشكل اساسي مع مباراه وفازوا على غينيا الاستوائيه في اللحظات الاخيره. لا انت حتى المحترفين عندك كلهم جاهزين باستثناء بس سيف الدين الجزيري هو اللي تعرض لاصابه، لكن ان شاء الله يعني بنتمنى انها تبقى اصابه خفيفه ويقدر. هو اصابه فتوح طبعا حاجه تضايق، ولكن انا عايز اقول لك ان فتوح اساسا كان مصاب من ماتش نهضة البركان اللي كان هنا، لكن هو تحامل على نفسه وفضل موجود، لكن لما يعني اتخبط بقى خبطه في تدريبات المنتخب، عارف انت اللي هو ايه، خلاص كملت عليه بالظبط. خلاص ما يعني مبقاش قادر ان هو يقدر يدوس على رجله، لكن ان شاء الله باذن الله فتوح برده من اللعيبه المهمه. مش هيلحق مباراه سيراميكا، لكن ان شاء الله باذن الله يكون موجود في الماتشات اللي جايه. طب شفت برده مستر جوميز وان هو يعني اشرك عدد كبير من اللعيبه الناشئين مع النادي خلال الفتره اللي فاتت، ده برده بيدي برده معنويات، بيدي ثقه للعيبه، الراجل بيعرف يتفرج عليهم، يعرف يبص عليهم بشكل كويس. ليه لا ما نشوفش واحد من ناشئين نادي الزمالك زي ما كان هو المعتاد قبل كده؟ ما شفنا حسام عبد المجيد وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وسيد نيمار، كلهم لعيبه طلعوا من الناشئين وفرقوا مع نادي الزمالك. انا شايف كمان ان يعني فرق الناشئين في الزمالك على مختلف المراحل السنيه فيها لعيبه كويسه قوي، حتى اللي بنبعتهم اعراض زي ماجد هاني، حسام اشرف والمجموعه دي ماجد هاني، المجموعه دي كويسه قوي. فليه ما نستغلش اللي موجودين وندفع احمد محمود كمان لاعب كويس قوي اللي بيلعب في الجونه، فليه ما نستغلش الموجودين حاليا، نحاول ندفع بيهم بالتدريج. ودايما كان كابتن حماده بامي ليه مقوله دايما يقول لك الفرقه ممكن يبقى فيها اثنين ناشئين، ممكن يبقى فيها اثنين خبره، وقوام الفرقه يبقى اللعيبه اللي عمرهم وخصوصا ان انت في الاعمار دلوقتي كمان، فممكن تستفيد باللعيبه الناشئين. اي لو واحد كمان او اثنين دخل في وسط قوام ثابت وفرقه ثابته زي اللي موجوده حاليا لنادي الزمالك مش هيفرق، والولد هيكتسب خبره ومش مش هيقل. لكن لما بتدفع مجموعه كبيره من الناشئين مع بعض هي دي بتبقى مشكله، ان هم بيحصل لهم دروب نفسي وبيبتدوا ما ينفعش مجموعه خبرة كبيره تشارك مع بعض، لازم واحد او اثنين يدخلوا مع الفرقه وتوقيتات معينه فتقدر تستفيد منهم. يعني احنا عندنا مثلا نقص في الباك الشمال وبنلعب نضايق، طب
واي نوت ان احنا ما نشوف حد من الفرق الناشئين ندخله بالتدريج في المركز ده، تبقى فرصه كويسه للتعرف عليه وفي نفس الوقت ان هو يكتسب ثقه المباريات، خصوصا ان احيانا في مباراه بتبقى سهله، انت بتبقى ضمنت المباراه من الاول وسجلت وفزت بالمباراه وخلاص ويعني طمنت المباراه، تقدر تدفع بالناشئين، بلاش المباريات المعربه، بلاش المباريات الصعبه، بلاش المباريات اللي فيها مشاكل، ممكن في المباراه السهله عشان حتى اللعيب يعني ياخد الثقه وياخد، عارف انت اللي تعرف خاضه البدايات. انت طبعا اي لعيب في الناشئين لما بيلعب مع الفريق الاول خصوصا لما يبقى مع نادي الزمالك النادي الكبير بيبقى فيه خاضه في الاول، فلازم زي ما انت بتقول يديله في اوقات معينه من بعض كمان المباريات مش كل المباريات. وبعدين لما يلاقي اللعيب جنبه عبد الله السعيد جنبه شيكابالا جنبه زيزو جنبه اللعيبه الكبار دول هيبتدي يطمن. لكن هو فعلا دونجا كل اللعيبه هو لما بيلعب مع بعض او بينزل مجموعه كبيره من الناشئين بتبقى مجازفه زي ما حصل كده يعني سعد فريرة في مباراه الاهلي كانت مجازفه، جابت نتيجه كويسه بس مش مضمونه العواقب كل مره. فانا شايف ان الدفع بالناشئين يتم تدريجي في المباريات الوديه دي، نتعرف عليهم وممكن دفع بيهم تدريجيا. سعيد كمان ان عبد الله السعيد سجل هدف، عبد الله السعيد من افضل لاعبي مصر في الفتره الاخيره يعني تاريخ مصر في مكانه عبد الله السعيد داخل مصر، يعني لو قلنا ان محمد صلاح افضل لاعب في المحترفين فعبد الله السعيد هو افضل لاعب داخل مصر ال 10 15 سنه الاخيره، كل الانديه اللي لعب فيها بقى يعني استلم المسيره بقى اخر 3 4 سنين يعني، بس هو اجمالا ال 10 او 20 سنه طبعاً. هتلاقي عبد الله السعيد طبعاً. فارق جدا عن زمايله، الانديه اللي لعب فيها، المنتخب كمان تسجيله الاهداف في الدوري المحلي 2018 مع هيكتور كوبر كاس العالم وبعد كده كاس الامم الافريقيه 2017 كاس امم، كنا دايما نقول عبد الله السعيد وصلاح عبد الله وعلى فكره صلاح منذ يعني اختفاء او تراجع مستوى عبد الله السعيد او عدم وجوده في المنتخب، صلاح قدراته في المنتخب اختلفت لانه هو صلاح دايما بيعتمد على هو اللي كان بيشغله في المنتخب، حد يجيله وهو يجري، هو اللي كان بيشغله، مفيش حد في تفاهم كبير جدا بين الاثنين لعيبه، فهو افتقد صناعه الالعاب بتاعت عبد الله السعيد ومحدش قادر يعوضها، فبدا ينزل هو ويحاول يعتمد على نفسه، اختلف الموضوع شويه. فعبد الله السعيد يبقى طبعا لعيب كبير فيش خلاف عليه، لكن عايز اسالك برضو بعد فتره توقف في الدوري هيبقى في ضغط كبير من الماتشات على نادي الزمالك، شايف برضو مستر جوميز ازاي بقى يقدر يحل الموضوع ده وازاي يقدر يهيئ او يجهز اللعيبه للضغط الكبير اللي هيتعرض له نادي الزمالك زي اي نادي تاني في بطوله الدوري بعد ما المنتخب ان شاء الله النهارده يخلص مباراته. ما هي دي بقى كارثه الكره المصريه، الدوريات في العالم كلها بتنتهي واحنا لسه بنقول يا هي دي دور اول ومش عارفين نحدد مين اللي هيشترك. بقى تمشي بتلج بقى ايه طول ما هي في البيت وبره البيت. احنا مش قادرين نحدد لحد دلوقتي مين هيشترك في البطولات الافريقيه عشان لسه ما خلصناش الدور الاول، وفي دول خلاص الدوري فيها خلص وهنتفرج على اليورو ودول لسه الدوري المحلي بيتلعب، فدي كارثه الكره المصريه. اعتقد توفر البدائل زي ما احنا قلنا بعوده لاعبي المنتخب الاولمبي وعوده لاعبي المنتخب وعوده المحترفين ممكن يبقى عند جوميز البدائل يعني القايمه هتبقى اوسع شويه، فممكن يبقى ممكن يخليه يدي فرصه زي ما انت بتقول للعيبه ناشئين لعيبه ثانيه حتى ما كانتش بتشارك بالظبط، وكمان في لعيبه ما خدتش فرص زي مهاب ياسر، محمد عاطف، اللعيبه دي سيف جعفر متيابة ده وياسر يعني حمد ما خدش متيابة سيف جعفر زياد كمال لسه عايز ياخد زياد كمال. انا شايف ان زياد كمال على فكره لو خد فرصه كويسه ممكن يبقى اساسي جديد، ليه لا؟ يعني هو لاعب هادي لعيب كبير وهادي وكورته حلوه ودماغه في الفينشنج حلوه، لما شفنا حتى الهدف اللي هو اتلغى له في المباراه مباراه الاتحاد هدف كان حلو قوي والفينشنج بتاعه حلو. فانا ممكن التبادلات دي بقى ندي فرصه لسامسون اكنيولا فرصه اخيره يعني ليه ان هو يثبت نفسه، هو اثبت نفسه في مباراة دريمز اللي هي اللي هناك، ولكن ممكن يديله فرصة تاني. فكل التبادلات دي هتخلق نوع من الزخم شوية عند جوميز عشان ما يبقاش فيه قهر للعيبة أو ضغط على اللعيبة ده اضطرار يعني. بمناسبة جوميز وانت كنت لسه بتتكلم على الموضوع وفكرة ان الدوري لسه طويل والدوري لسه مازال في الملعب، شايف بقى ان مستر جوميز اكيد هو طول الفترة اللي فاتت ولحد دلوقتي ولحد اول مباراة في الدوري الماتش الجاي مع سيراميكا اكيد هيتكلم مع اللعيبة ان الدوري لسه في الملعب، لازم نعمل اللي علينا، لازم ناخد المباريات اللي جايه كلها مباريات كؤوس، ودي يمكن تصريحات معظم كانت لاعيبه نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره ان هم عارفين اهميه المرحله الجايه. هو اهم حاجه في المرحله دي ان انت تركز في مباراتك فقط، مالكش دعوه بمباراه الغير، ممكن يسقط، ممكن يتعادل، ممكن يخسر، انت بتركز في مبارياتك وبتركز في الفوز في مبارياتك، وبعدين
لو جت هدايا من الاخرين هتبقى هدايا مقبوله بالزبط. جدا وهتبقى هدايا سعيده للفريق. ان شاء الله الزمالك يستغل كل حاجه في باذن الله الفتره الجايه. دي تبقى فرصه كويسه، لكن الفوز في المباريات اهدار النقط امر حتمي. ما بقاش مسموح بقى اهدار النقط والتعادلات وخاصه ان في خاصيه في الدوري المصري معروفه ان الفرق الصغيره لما بتتعادل معاها او الفرق اللي موقفها متاخر في الجدول لما بتتعادل معاها مده طويله والمباراه بتقترب من النهايه بيجي لهم حاله استنفار بيحاول يستقتل عشان يحافظ على النقط. فانت ثقه كمان قدامك فانت تحاول تخلص المباراه من بدري. بالزبط. دي قاعده ان شاء الله قاعده الانديه الكبيره ان انت تنزل من بدري وتخلص المباراه بحيث ما تدلوش فرصه ان هو ينشط عليك في الدقايق الاخيره. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه. خلينا ناخد مع حضرتك موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض واللي كان بيتكلم عن رساله دعم للمنتخب الوطني قبل مواجهه غينيا بيساو الحاسمه في تصفيات المونديال. ناخد كده اراء ورسائل جمهورنا اللي بعتوها لنا على السوشيال ميديا. نبدا من عند عبد الله اللباني. صباح الفل عليك، بيقول كل التوفيق للمنتخب الوطني، اهم حاجه الروح والعزيمه والاصرار على الفوز. اللعيبه كلها رجاله وقادرين يعملوا نتيجه ايجابيه، ان شاء الله نعمل ماتش كويس يليق باسم مصر، وده هيقربنا بنسبه كبيره للتاهل للمونديال وباذن الله الفوز على غينيا بيساو والثلاث نقط من نصيبنا ان شاء الله. طه علي الطيب، نهارك ابيض يا طه، بيقول كل الدعم للمنتخب الوطني وان شاء الله المنتخب هيفوز 3-0 وهتسجل الاهداف محمد صلاح ومصطفى محمد وزيزو زملكاوي وافتخ. حامد السعداوي، بنصبح عليك يا حامد، بيقول احب اقول لهم كونوا على قدر المسؤوليه، عايزين 11 راجل في الملعب دون النظر لانتمائهم لان الكل بيلعب باسم مصر، وكامل الدعم ليكم وان شاء الله تفرحونا بفوز كبير والوصول الى مونديال 26. يعني بنشكر اكيد كل جمهورنا على رسائلهم على السوشيال ميديا، واكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده لمباراته الهامه جدا امام منتخب غينيا بيساو. يا استاذ وليد شرفتني ونورتني وبشكرك وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. انا سعيد بوجودي معاك وده سعيد بوجودي على قناه الزمالك. ورساله اخيره للاعبي المنتخب، يخلوا بالهم شويه من الكابتن ومهاجم فريق غينيا بيساو ماما بالدي، لان هو اخطر لعيب عندهم. كابتن حسام يعني فرجه مره كده على منتخب غينيا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نحتفل بالنقطه ال 12 وقرب الوصول باذن الله. شكرك يا استاذ وليد. شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، اكيد كل التوفيق وكل الدعم لمنتخبنا الوطني في مباراه اليوم. الشكر موصول لحضراتكم، اشوفكم ان شاء الله على 1000 مليون خير.